بالرجل الاول انا راجلك اختي بالمروءه والله لا شفتي. علاش ما عندكش القنوفه الفوقاني؟ لا عندي غير هي مكتبغيش باين راسها بزاف. علاش مع انستغرام؟ شفتك عمرك وريتينا ودنيك، واش ما كترضاش بشكلك؟ مازال صغار شويه تيكبروا ان شاء الله ونمروا بارطاجي معاهم. علاش ما عرضوكش للعرس والمغرب كله معروض الا انا وانت واقيله؟ وهاد الناس اللي كتفرشوا فيني مسكتو لينا الله خوش الله. لا اختي انستغرام مقلوب اختي، نمشي نلبس كشاطي ونبرسمو ونتخيل راسي بحال انا حاضره باش نحس انا بهاد الاحساس. ما تبقاش فيه الحال كلشي حاضر. علاش زعما انا علاش وبيدك كي تلبس شحال ما حضرت نسيت كيفاش كتلبسو. وهاد لفت عليه معاك كي تلبس ويلي فضيحه. باش اخوتي ندير شي مشاطه بقات في الفليل صاك مسكين صدى شحال هادي محضر العكوره غاملين ويلي ويلي. السلام عليكم، كي دايره اختي بخير؟ كلشي مزيان شكرا بارك الله فيك. سلام اختي بخير كلشي مزيان؟ حتى انت معروضه حتى انا معروضه عم تربي. لا انا معروضه في ستوريات، انت حاضره تما لا انا في ستوريات حيحي عم تربي زيد. اش داري في العشاء؟ واخا اختي انا نجاوبك على شعرك مزيت شات الشعر اللي ما عجبكش. كنفيق كل صباح كنقطرو كنعصرو بحالك وكنعمر بقريعات وكنصدرهم اثيوبيا تبارك الله العاقه كتدخل لي من اثيوبيا بالزيت تاع شعرك. تخيلي معايا هذا شعري وانتي شعرك شكي دير لك ما كتفكريش نقصي مني فكرك كنفكر نطيرو انا نحيدو كاع هي كتنفس من الفم. علاش صالح هاد النيف؟ علاش ما عندي علاش نشم لا ريحه لا والو ما عندي ما ندير به اصلا تبارك الله اللي متقل عليا تبارك الله 10 كيلو ديك المره حيدتو عبرت وقت في 10 كيلو. شنو بالك في هذا المشكل اللي واقع مع قلبي في تيك توك؟ قلبك اش وصل تيك توك اختي؟ قلبك اش دار تيك توك؟ شي ترى اصلا المشكل اللي عنده شي قلب يخليه عنده، علاش كتفرقوا في قلوبه؟ راجلي واخا قصير فيه متر وربعين ولكن راجل ونص فيه خويا وبا وعمرو شاف من غيري الله يثبتنا. اختي الله يثبتك شتيني بحال اللي ما مقتنعاش بزاف وكتحاول تقنع راسك بهاد الهضره هادي. واش داخل نص متر في متر في راجلي؟ دابا شنو؟ علاش ما تعملش عمليه الشفط تجيك مزيونه؟ باغا نشفط ولكن باغا نشفط بعض الناس، بعض الناس دايره بيا وانا باغا نشفطهم، باغا ندير واحد ميسه كاملين نجمعهم بواحد القنش وندير واحد الشفطه كي دايره نشفطها في دقه واحده نطير. علاش انت ما كتقبليش راجلك؟ ورا قبلت تزوج بيا اكثر من هادشي يعني قابله نتزوج بيه؟ فاش نزيد نقبلو؟ فاش نزيد نقبلو؟ يا اختي راك زدتي بيه شويه صرتي عليا. بابا شوف واحد صاحبتي دابا جات عندي غتسافر وعندها كلبها مريض وبغات تخلي عندي في الدار غير واحد يومين. وقلت لها صافي انا نشوف مع بابا ما عنده الدار كبيره وهادي يقدر فهمتي يخلي عنده هو وهادي صافي. وفكرت فيك انا نصيفط لك تبرجاتي كليب زوين وانا غير هو مريض شي شويه مسكين. صافي جاوبني بابا الله يعطيك الصحه في اوديو حتى ما نقدرش نجاوبك في التليفون. فريمون زوين بزاف الكليب غير مريض فهمتي. انا نصيفط لك تبرجاتي صافي بابا جاوبني عافاك الله تكسر ميرسي. وي مريم شفت الصوره ديالو تبارك الله زوين زعما هاد الكل ماشي شدو عندي يومين شدي عندي شهر و سون بروبليم زعما واش كتحكي عليا؟ سير سير الله يعطيني وجهك. علاش بابا كنحكي عليك؟ علاش بابا انت دابا مولف بالكلاب عندك الكلاب في الدار بابا هذا شنو غيزيدك هذا؟ زيدو مع الاخرين غير يومين بابا ما فات شي حاجه وزوين مسكين ما غير مريض. والله العظيم انت زعما هضر هي كلية كاع الكلاب اللي عندي يبقى غير هو من غير قلب كل شيء مشى. هذا راه ما نسيت ما قلت لكش هذه القضية هذا ماشي نديرو مع الكلاب هذا راه نخوي ليه الدار ونخلي ليه الدار ونخرج تا يسهل خاطرو عاد نجي.